أتقدم لكم جميعا بالشكر قوات المسلحة، وأشكركم على الجاهزية اللي أنتوا دائما متواجدين فيها، وأشكركم أيضا على وطنيتكم العظيمة، وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها، وبقول لوطنها مش لحد، لأن احنا في 2011 و2013 كان في اختبار حقيقي للقوات المسلحة، بغض النظر على ان اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة، لكن كانت الهدف منها في الآخر ان جناحي الأمة في مصر، الشرطة والجيش، تسقط وتسقط الدولة في اقتتال أهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل ما فرص التنمية، حتى لو كانت فرص تنمية متواضعة أو محدودة. وأنا بتصور إن إحنا كلنا، وأنا لما بقول الكلام ده دلوقتي اللي بقوله ده هو عبارة عن تسجيل وتقدير واحترام للدور اللي تم في الوقت ده لحماية الأمن القومي في مصر وحماية الشعب المصري من تداعيات فترة من أصعب الفترات اللي مرت عليها. عقبتها فترة صعبة جدا اللي هي فترة محاربة الإرهاب ومكافحته، وبرضو استمرنا تقريبا 10 سنوات في مكافحة الإرهاب، والحمد لله بهني القوات المسلحة وبهني الشرطة وبهني الدولة بالجهود اللي عملتها في هذه المهمة الصعبة اللي كتير من دول العالم لم تستطيع أن تنجزها.